كنت طب ان هذا الفيديو الاول تقول لي هذه اللعبه مشهوره تراها، بس انت ما تقدر. المهم فيا فاحنا بنسجل الحين بنلعب مع بعض، يمكن ثلاث ايام كذا. فانا بطفي، لا تنسوا تدعمونا باللايك وسبسكرايب. خلاص لا 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 تصير شحات، لا ما في كيف كيف. إذا عجبك اضغط لايك، وإذا ما عجبك اضغط ديسلايك، وإذا عجبك القناة اشترك. بسم الله يلا نبدأ يا عيال يا عيال. كذا تنط، هاي تنط وهاي ترجع. هاي نط، لا جيبه جيبه جيبه. لا لا ما اعرف ما اعرف يا عيال ما اعرف. لا يا عيال عز يا عيال. لا انا اعرف انت اكثر مني. لا بطة بطة، لا لا بطة، لا بطة بطة بطة، لا يا بطة خنتيني بطة 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 بطة. هذه بطة مالتي؟ اي بطة مالتي. ما نغش، هاي محترفة اكثر. ما انا وين؟ يب يا بطة. هي انت لا جب جب جب. لا يا بطة، البطة شكلها هنا. وانا اختم جد من جد، وانا اسف الخسارة. فاختار تصير انطوان، ما ادري في خطأ ولا شيء. كذا تجي هنا عشان تختار، هاي تطلع زي كذا في البلاير 2 تطلع لك شخ. اصبر الحراره. ايوه نسيت. بعدين تضغط هاي خلاص تطلع لك شخصيتهم. فما ادري جليتش ولا ما ادري وش السالفة. يا عيال غشاش غشاش، انا ما اعرف شيء. هو ما علمني حتى ولا الكواليس. شوف النقز، هاي تنط ولما تنط تضغط عليها تكبس عليها اعلى. شو لا تكبس عليها اعلى، تضغط اكثر تنط اكثر. زي ما دخل كورة دخلت نفسي، وهنا ترجع اكثر. يعني كذا تنط اكثر. ان شاء الله ان شاء الله اعرف ان شاء الله اعرف ان شاء الله اعرف ان شاء الله اعرف ان شاء الله اعرف. لا مشكلة يا عيال، حتى ورا الكواليس ما ما علمني، على الاقل علمني. علمتك هاي تنط هاي ترجع ورا، على الاقل ورا الكواليس عشان ما تفشل قدامهم يقولون انا نوب في التعليقات. يلا انا الغوريلا، انا الغوريلا الرائع. انا اخر جيم، هذا اخر جيم صح؟ هيك تجيب لك بوم هدف. والله غش غش غش، كتبوا تحت في الكومنتات غش غشاش. كتبوا ايش اسمك نسيتك، مشكلة عشان تسوي بباشا. اسمك يا روبيين، بوبي جيمز، بوبي جيمز، روبي جيمز، روبي جيمز. ولا تنسون تكتبون انا ام 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 ام، يعني الاختصار او ما اسمه ما يصح اقوله يعني. طبعا هاي اللعبة تراها مو بس تقدر تلعب برايان، بس المشكلة الوحيدة انه مو بس بلايرين، بس انه نفس الجهاز. هذه المشكلة. وهاي بطولة، يعني تقدر تختار شخصيتك وبطولة. طبعا اول ما تفتح يطلع لك هاي الشخصيتين، وهاي هاي وشخصية ثانية هنا هاي هاي. بس بعدين تفتح بالبطولات بعضها في الاعلانات. فيا وهاي نقاط، شوف مثلا اختار هاي نقاط على حسب السكور اللي عندك، يعني هاي نقاط حق عشان تسجل سكور جديد. يا وش خزيات كثير، يعني لعبة حلوة مناسب لي شيء خفيف كذا. يا عيال ترى احنا تونا بادين اليوتيوب وبادي القناة، تسوى ما عندي قناة ولا عندي شيء، ما يمدي اتواصل وياكم الا في هاي القناة. طيب هاي هاي المقطع بس يعني اذلك شيء. هذا المقطع يعني ما في شيء جديد في اللعبة، بس خلينا نلعب وياه بشخصية أتوقع كلكم تكرهونها. يلا بسم الله خلينا نلعب. وات هذه الشخصية اللي تكرهونها كلكم، أكيد كلكم تكرهونها، شخصية خايسة مرة كلكم تكرهونها. اسمع علينا بفوز عليك. وهاي الشخصية الخايسة يمكن هي ايس كريم اللي انت دي. ها ايس كريم، هاي ايس كريم، لابس ابيض هاي ايس كريم.
هاي شيء مو حلو يعني. فأقول أقول آيس كريم أحسن. يشبه الآيس كريم. ما سجلت ولا هدف. مشجعين قاعد يشجعوني عادي يعني. يعني سوين روح ذكي الحين، هو لعب قبلي يسوي روح محترف. أنت مو محترف. أنت النوب. أنت النوب. بيرفكت بيرفكت بيرفكت. يا عيال بعد هذا المقطع راح المنتجة بعدين راح نطور شوي شوي. يعني وهاي الفيديو قلنا خلني يصير 5 دقايق ولكن بعدي 5 دقايق فيلا ننهي المقطع. يعني طبعا في موسيقى تقدر تقريها تقدر تسجل هاي اشياء تقدر تشوف ناس كيف تكورهم الاشياء هذا ما ادري شنو هذا. المهم يلا ننهي المقطع ومع السلامة. مع السلامة يا باي أصدقاء باي. من جيش الروبيين إن شاء الله تدعموا، إن شاء الله أنتم فيكم خير. الله.